مخيم بوجدور بمخيمات اللجوء الصحراوية عبرت شلبي محجوبة رئيسة حركة الشبيبة الديمقراطية أثناء مشاركتها في منبر تضامني مع معتقلي أكديم أزيك. عبرت عن موقف الجزائر الداعم والثابت تجاه القضية الصحراوية. تنظم هذا المنبر التضامني وفي الأمير العام زيارة تضامن وتآزر للشعب الصحراوي، كذلك تكلمنا على وقلنا لهم الشعب الصحراوي احنا ضد العنف اللي راه يستعملوا هذه الدول، آخر مستعمرة بإفريقيا، لازم نعمل على تحريك الأمم المتحدة باش تكون في أسرع وقت إن شاء الله الشعب الصحراوي الأبي يتحصل على الاستقلال تاعه. وقفة متميزة في إطار التضامن والحملة الدولية للتضامن مع كل السجناء والمعتقلين الصحراويين، وعلى رأسهم معتقلي قديم أزيك الأب ديدل يزيد رمز المقاومة، ومعتقلي الصف الطلابي، كل المعتقلين السياسيين الصحراويين. وكذلك الآن يعني هذه الوقفة تتزامن مع المعركة الدبلوماسية اللي تخوضها السفيرة خديجة المختار، إذا هي كذلك مناسبة للتضامن مع الدبلوماسية الصحراوية ومع حق الشعب الصحراوي.